ما تزال المصالحة الوطنية تمثل هدفا يسعى المجتمع المحلي والدولي لتحقيقه في البلاد، لكن هذا الهدف لم يتمكن الشعب الليبي من الحصول عليه في ظل التوترات الصاعدة وتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد الذي أصبح واقعا غير معلن، استنادا إلى قرارات وتصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين ليبيين ودوليين، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وتواتر الاضطرابات الأمنية في معظم المناطق. آخر هذه الاضطرابات تحشيد عسكري وتوتر أمني في تخوم العاصمة، إذ أتت هذه التحركات قبل أيام معدودة من موعد الانتخابات الرئاسية، والذي بات تأجيلها أمرا واقعا في ظل تنصل المسؤولين من إعلان التأجيل. وفي هذا الخصوص أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة، والتي وصفتها بأنها تخلق حالة من التوتر وتعزز خطر الصدام الذي قد يتحول من جديد إلى صراع مسلح. البعثة شددت على ضرورة حل أي خلافات تتعلق بالشأن السياسي أو العسكري عبر الحوار، لا سيما في هذه المرحلة حيث تمر البلاد فيها بعملية انتخابية صعبة ومعقدة يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي. هذا وأعلن موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي نجاح جهود الحوار مع مجموعة من الشباب في العاصمة بما يجنبها أهوال الصدام بحسب وصفه. وبالرغم من الجهود الحثيثة لحل الأزمة الليبية، لكنها تعاني من مشاكل جمة بدايتها عدم قدرتها على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي الذي أدى إلى وجود المجموعات المسلحة على أراضيها، والثانية عدم تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر بالرغم من المساعي للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المنتظر، حيث أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أنه لا عوائق فنية أمام إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن العقبات سياسية وقانونية. وبعد آمال شعبية في إجراء الانتخابات والمساهمة في إنهاء الصراع الملح، وبعد أن كانت العملية السياسية لإجراء الانتخابات تسير بخطوات سليمة وبالشكل المطلوب وفق المخرجات التي اتفق عليها المجتمع الدولي، ووضع اللمسات الأخيرة استعدادا للمرحلة القادمة وبدء العد التنازلي لانعقادها، ينصدم الشعب مرة أخرى، الشعب الذي كان وما زال همه الوحيد الاستقرار وإرجاع سيادة ليبيا.